الحرب بتترك وراها كتير من القصص، قصص موجعة، قصص غريبة، قصص قلبت حياة كتير من الناس، ويمكن ما في شخص ما مر ولو أو أثرت فيه الحرب ولو بشكل بسيط بحياته. صحيح شام، لذلك طبعا الممثلة والمخرجة تاتيانا أبو عسل سلطت الضوء بفيلم دعاء على هاي القضايا اللي بتكون ما بعد الحروب، القضايا المأساوية اللي ممكن تضرب قلب المجتمع. لذلك رح نحكي أكثر عن تفاصيل هذا العمل وما هي الأمور اللي تناولها مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل الاستوديو، الممثلة والمخرجة تاتيانا أبو عسل. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم. أوقاتك يا رب. بداية يعني إذا نحكي عن فيلم دعاء، فمنشوف دائما الأطفال هن الأساسيين فيهم، هن الأبطال بفيلم دعاء، ليش تحديدا؟ بالحقيقة أنا صرت مشتغلة أكثر، هذا ثاني فيلم إلي وكنت مشتغلة مسرحية. أنا دائما بتناول قضايا الأطفال لأنه أنا بحس إنه يعني هني نقطة ضعفي شخصيا، وأنا بحس إنه هني مستضعفين، يعني هي الفئة اللي أكثر استضعافا بمجتمعنا يلي ما لهم ذنب أبدا باللي عم يصير. فنحن يعني وصلنا لمرحله انه صرنا نشوفهم بالطرقات ونشوف مشاكلهم وعادي ما حدا عم يعمل شيء. فدائما بحاول انه ارجع فيق هذا الضمير، فيق هذا الحس اللي عندنا انه لا لازم نعمل شيء، لانه هدول خطر بكره عليهم وعلى المجتمع وعلى البلد، لانه هدول الاطفال اذا ربيوا بالشارع تخيلوا شو رح يصير بعدين، يعني تخيلوا شو رح يطلعوا، وتخيلوا شو يعني هني رح يتكاتروا، ما عم يقول لي هني عم يكتروا وعم يضلوا يتكاتروا. وما لهم ذنب بالحقيقة، يعني الطفل بيخلق صفحة فاضية شو بتشربه بيطلع. فنحن يعني هذا الموضوع كتير خطير وكتير ظالم ومؤلم لهيك براءة وطفولة ولازم نعمل. يمكن ما بعد الحروب دائما المرأة والأطفال هنون أكثر العناصر اللي بيتم يعني استهدافها بالحرب وممكن تتضرر أكثر من غيرها. اليوم الأطفال يعني مثل ما حكيت اليوم للأسف بشوارع، أنا ممكن نشوفه بحدائق العامة على إشارات المرور وبالشوارع العديد من الأطفال اللي فيه نقول هي حالة من التسول أو حالة من الإهمال، وحتى في حالة من استغلال أيضا الطفولة بما يتعلق ما بعد الحروب. للأسف هلا نحن حالات تسول عم تزيد بكثير، وحالات الناس يعني حتى الأطفال والناس مو بس أطفال، صار في عائلات عم تنام بالطريق، وهذا الشيء كثير مؤذي للجميع، لإلنا لإلهم، يعني مانو شيء صحي أبدا، وعن جد مؤلم. أنا ما زلت لما بمشي بالطريق وبشوفهم هدول الأولاد بيجعني قلبي، وللحقيقة ما عم بعرف شو بدي أعمل، لأنه هي مانو الحل عند شخص، هو الحل عند مجتمع بيأكمله ويعني حتى عن جهات رسمية. فلازم يعني لازم شوي نرجع نفعل أكثر هذا الموضوع. تعرضتي لموقف معين أو أي حدث معين صار معك أنت نتج عنه دعاء؟ نتج عنه فيلم دعاء. دعاء هي بنت حقيقية، يعني هي قصتها قصة حقيقية، هي طفلة بالحقيقة كانت تتسول بساروجة. أنا كنت عايشة بالبلاد وإجيت، فلما كنت يعني كان هذا الحكي بأول 2015، أخذوني رفقاتي على ساروجة، كنا قاعدين بأحد المقاهي وشفت هالبنت فاتت، واللي كتير لفت لي نظري إنه هالبنت كتير حدا مهذب، كتير بنت ظريفة وبتاخذ منك بس 25 ليره، كانت ما بترضى يعني اذا بتعطيها 50 ترجع لك 25، ودائما كانت تسالنا على المدرسه انه امتى بدها تفتح المدرسه، انه انا بدي ارجع اجرب فوت على المدرسه. هاي البنت ابوها كان حارمها من المدرسه، يضربها، ينيمها بالطريق، يخليها تشحد لتجيب له، وممنوع تفوت على البيت اخر النهار الا بايدها 2000 ليره، ياخذ المصاري وللاسف كان يشرب فيهم ويعني يستغلهم لملذاته هو. فكانت حالتها كثير غريبه لدرجه يعني هي كانت محبوبه لدرجه انه هي الوحيده يعني كانوا يسمحوا لها تفوت على المقاهي، اصحاب المقاهي، لانه ما كان ضايق حدا يعني نوع تتسول، لانه ما قدروا يساعدوها غير انه يخلوها تشتغل شغله. 2015 لهلا القصه لسه ببالك ومأثره فيك؟ أسرة، لانه انا بالحقيقه كنت يمكن قادره ماديا ساوي شيء، بس انا ما كنت عندي درايه انه كيف بقدر ساعدها او شو الطريقه القانونيه. وصار معي ظرف وسافرت ورجعت بعد فتره وما لقيتها مختفيه، وسالت عنها وقالوا لي انها اختفت، ما حدا بيعرف عنها شيء. فضلت ببالي وسالت حالي سؤال انه انا لو حاولت ساعدها لهي البنت شو كان ممكن يصير معي، او شو الاحداث اللي كانت ممكن تصير، شو كنت رح واجه، وهل كنت رح اقدر ساعدها ولا لا.
ومن هون تولدت فكرة الفيلم. يعني أنا حسيت بالذنب بالحقيقة، وحسيت أنه لازم ساوي شيء، فضل الفيلم ببالي لحتى قدرت حققه. بس يعني اللي بدي أقوله أنه دائماً في أمل. يعني أنا نحن الحلو أنه صورنا بنفس المكان اللي كانت هي تتواجد فيه. لما شافونا عم نصور أصحاب المقاهي عرفوا القصة وقالوا لي أنه هي دعاء اللي كانت تتصور كذا، قلت لهم إيه هي قصتها. فرجعت سألت إنه كان يعني اسمه عمو أبو محمد هو صاحب مقهى، قلت له عمو شو صار فيها للبنت، يعني ما عاد حدا عرف عنا شيء. قال لي عمو اختفت فجأة وضلت فترة ما نعرف عنا شيء. صرنا نسأل، عرفنا إنه في عائلة ما بتنجب أولاد، هي من برا البلاد، تعاطفوا معها وحبوها وتبنوها بالحقيقة، وساووا الأمر مع الأب. للأسف الأب تنازل عنا لقاء مبلغ مالي وساووا وراءه وأخذوها. فأنا حسيت أنه يعني هيك الله بعت لي هدية، أنه الحمد لله هي البنت كان مصيرها جيد. يعني يتعلق بالسينما يعني دائما خاصة بالفترة الأخيرة هي عم تترك أثر بنفوس المشاهد يعني أو المشاهدين أكثر من الواقع. ممكن نشوف حدا ما بيبكي مثلا على كوارث واقعية عم بتصير، كانت زلازل أي شيء، ممكن نشوف شخص تنزل دمعته على فيلم مثلا أو حالة، يعني ممكن تأثيره أكبر بكثير. اليوم حضرتك عملتي فيلم دعاء سلطي الضوء على هي الحالات، هل بهذا الفيلم كان في بعض الحلول مثلا لهي الحالات او لا؟ نحن سلطنا الضوء على هذا الموضوع. هلا اول شيء بدي اقول لك على موضوع التاثير، انه هو نحن محتالين بالحقيقه شوي بالفن. نحن بنضيف امور فنيه بتصير بتاثر اكثر يعني على مدى على مستوى الصوره والاحساس، مشان هيك شوي المشاهد بيصدق وبيعيش الحاله اكثر. هلا كان كنت عم تسالني تسليط الضوء على هي الحاله، عفوا انت سلطتي الضوء على هي الحاله، ولكن انا كان بدي اعرف انه هل يكفي انه نسلط الضوء على حاله مجتمعيه ولا لازم يكون في حلول ايضا بالفيلم؟ فالفيلم احتوى على هي الحلول. هيك الموضوع شائك، يعني انا فتحت طرحت اسئله اكثر من حلول. هلا هي انا بخلي حدا يساعدها بالفيلم بالاخير ومنساعدها، ولكن لما ساعدتها كمان طرحت اسئله انه هل فعلا انا ساعدتها صح ولا يعني نحن وصلنا لمرحله انه حبسنا ابوها للبنت، بس البنت ما كان بدها ابوها ينحبس. يعني طب هذا انساني ولا لا؟ نحن تصرفنا صح ولا لا؟ وفرجيت بعض العقبات الرسميه اللي مرقت فيها او القانونيه اللي مرقت فيها هي الامراه اللي بتساعدها، انه هي بالاول تصرفت غلط، منقلب الموضوع ضدها. يعني حتى بالحقيقه بالواقع اجوا اصحاب المقاهي ساعدوها للبنت يحكوا مع ابوها، ام ابوها جاب لهم الشرطه، اتهمهم بانه عم يتحرش وبيقاصر وهيك، وهذا بحقه هو مع انه هو المذنب يعني. بس هني كان الـ بعدين تصرفت صح، انه كان المفروض تعرف كيف تتعاطى قانونيا، انه هي كان لازم تعمل بلاغ، يعني على الاقل تحمي حالها ببلاغ انه في هيك حاله كذا كذا كذا، بتحمي حالها قانونيا وبينسمح لها انها تساعد او بيلاقوا طريقه قانونيه. بس كمان يعني المشكلة إنه دائما في صراع بين القانون والإنسانية. يعني دائما نحن بنسأل حالنا إنه إنساني هذا اللي عم يعني أوكي عم نساعد وعم نمشي قانونيا وصح، بس إنساني ولا ما نو إنساني؟ طيب عم نشوف مبرراته لهذا الأب ليش وصل لهون، ولا هو اصلا خلص سيء وخلص حكمنا عليه، ولا عنده تاريخ شخصية وصلته لهون؟ يعني فأنا فتحت هي الأسئلة، وبالحقيقة مو شغلتي حط حلول، يعني مو أنا اللي بقول شو الحل، بس أنا المفروض الحل يطلع مننا كلنا. يعني أنا بطرح هاي الأسئلة بوعي المشاهد أنه عنا هالحالة وهالحالة وهالحالة. برأيك يعني رسائل السينما اليوم خصوصي بهي الحالات الاجتماعية الحساسة فينا نقول عم توصل للناس، عم بتكون قريبة منهم؟ والله لك للأسف كونها حقيقية، يعني كمان هي بالمقابل يعني حقيقية نوعا. يعني هلأ نحن ما نطرحه بالفيلم أنا أو غيري كمخرجين، هو بيأثر، حتماً بيأثر، لأنه عم نشتغل بإحساس كتير عالي وتبني عالي بالحقيقة. بس المشكلة بطريقة الوصول إلى الناس. يعني نحن ما عاد عنا هذا الشغف تجاه السينما، يعني ما الناس ما عم تروح تحضر سينما، الأفلام ما عم تنعرض بأماكن توصل لكل الناس، عم تنعرض بمهرجانات بس مثلاً. فما عنا سوق سينمائي إنه نقدر نوصل لكل العالم، والعالم ما عاد إجت واهتمت.
قد ايه عم يوصل للشريحه اللي انا مستهدفتها اللي عن جد بدي يوصل لها؟ بالحقيقه انا ما بعرف وما بعتقد يعني ممكن اذا بنشتغل على موضوع الترويج للفيلم وخاصه هلا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. نحن بزمن يمكن الناس خف مشاهدتها للسينما والتلفزيون، فصار التحول للوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، فممكن نشتغل على ترويج هذا الفيلم بهي الامور. تشتغل عليه بس ضمن شروط، يعني نحن كمان انتاجيا عندنا شروط معينه، ما فيني انا انشر الفيلم ايمتى ما بدي وين ما بدي، يعني كمان انا يعني موقع عقد مع مؤسسة السينما، هني كمان بدهم يتصرفوا بهذا الموضوع. ثانياً احنا شوي نتحفظ على الفيلم لفترة شوي طويلة، يعني مو قبل سنة سنتين أو قبل سنتين من نعلق، يعني من ننشره، لأنه نحن منشارك فيه بمهرجانات وما بيصير ننشر قبل ما نخلص مشاركات يعني. فكمان شوي هذا الموضوع لأنه نحن ما بنشتغل سينما تجارية، عرفت شو قصدي؟ نحن بنشتغل سينما توعوية ثقافية، فنحن يعني بتكون المهرجانات هي استهدافنا، فشوي الأمر هيك مع نشكرك يعني. تاتيانا يعطيك العافية وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. ميرسي لكم، شكرا كثير على استضافتكم.